أستاذ عبد المنعم، عايز أسأل حضرتك عن المكونات المحلية. هل المكونات المحلية اللي موجودة عندنا ممكن نقول إن هي بتعمق الصناعة، ممكن نزيد من نسبة المكون المحلي ده بشكل أو بآخر؟ شوف حضرتك، انا بس اسمح لي ابدا الاول بان الصناعه هي العمود الفقري لاي اقتصاد. دي مهمه جدا. وبعدين صناعه السيارات هي صناعه الصناعات، ودي كلمه معروفه للجميع. صحيح. وطبعا واضح ليه، لانها بتضم كل الصناعات. فيها صناعات معدنيه، فيها صناعات نسيجيه، فيها صناعات مطاطيه، فيها كل ما حضرتك تتخيلي من صناعات موجود في السيارات. وان جوهر هذه الصناعه هو الصناعات المغذيه. الصناعات المغذيه هي الاساس الذي يجب ان يتم الاهتمام به اهتمام كبير. طب ليه الصناعات المغذيه ما تطورتش؟ عشان النقطه اللي عمرو بيه قالها، الاعداد القليله اللي تمت في صناعه السيارات في مصر. صناعه السيارات في مصر لم تتطور لانه لم يوجد هناك رؤيه للحكومه في اي عصر، الحكومات المتتاليه لغايه دلوقتي ما فيهاش رؤيه. رؤيه يعني ايه؟ يعني هو بيسيب اللي يعمل 1000 عربيه في السنه يعمل، اللي يعمل 5000 يعمل. أقصى عربية كانت بتعمل مثلا 10,000 عربية في السنة، وده رقم ضئيل جدا. كان المفروض الحكومة أن تتدخل مع الشركات الأم حينما يتم التعاقد، وتقول إن هو أيوة أنا موافق إن فلان يعمل شركة سيارات، بس بحد كذا، بحد مثلا أدنى كذا، عدد تصنيع سيارات معين وحتى لو قال إن أنا هبدأ بألف، أوكي ابدأ بألف، بس خلال 5 سنين توصل ل10,000 مثلا. عدم وجود هذا الكم اولا بيضعف جدا الصناعه. احنا كصناعات مغذيه لا يمكن ان نضع استثمارات الا اذا كان هنا حجم يكفي لهذه، ينفع ان انا اعمل استثمارات في هذا، لاننا كثير من هذه الصناعات ما ينفعش غير تكفي في عربيه، يعني ما ينفعش قطع، في كثير ما ينفعش قطع غيار، يعني اللي بيعمل كرسي ما ينفعش بيع كرسي قطع غيار، اصل في ناس تقول لك طب ما تعمل وتصدر. والتصدير بقى كمنتج اصلي للشركات الاجنبيه ده صعب جدا مش سهل. هو ممكن، وفي عندنا شركات بتصدر هو ام يعني منتج اصلي، في شركات صناعات مغذيه بتصدر، ولكن هذا الطريق صعب جدا مش سهل يعني. فانا شايف ان غياب رؤيه الحكومه انا على فكره مش عايز من الحكومه تخفيض جمارك والكلام اللي الناس فاهمه، ابدا. انا عايز تبقى في رؤيه، يعني ساعه ما يجي نعمل، مش نسيب 19 مصنع بيشتغل وتلاقي اللي بيعمل 1000 واللي بيعمل 2000 في السنة. أنا عايز أبدأ قوي. وبعدين عشان أبدأ قوي يقول لك طب مش السوق ما يستوعبش. أوكي ما يستوعبش. أنا أجي بقى الشركة الأم وأقول لهم مثلا إيه؟ أعملوا 100,000، 70,000 نصدرهم، 70% يعني نصدرهم، و30% احتياجات السوق. احتياجات السوق مش هتستوعب 30% كتير، لأن إحنا ماركة واحدة. الحكومه بقى تدعم بايه؟ بالتاكسي والحكومه والقوانين اللي هي تفضيل المنتج المحلي وهكذا. فرؤيه الحكومه كانت قاصره، ودي اللي وصلتنا اللي احنا فيه دلوقتي اللي هو غير مرضي.